معنا الأخ مصطفى، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. شو أحوالكم؟ لا بس عليكم. لا بأس، الحمد لله. كيف حالك الحمد أنت؟ لله، والله بخير. أهلا وسهلا، كيف سؤال صحتك؟ بالنسبة لدقات القلب الزايدة لمن كان في الرياضة، من كان يعمل رياضة ثم انقطع وتوقعت عنده دقة القلب الزايدة، يعني دقة الدقات غير معدلة. في الـ RPM. نعم، ما هي الرياضة التي تناسبه؟ جميل، واضح السؤال. يا سؤال واضح. شكرا جزيلا لك على السلام المشاركة. عليكم. معلش أخذ اتصال آخر ثم يعني نجيب. أم بشرة من لندن، تفضل يا أم بشرة. أم بشرة، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة السلام، الله أهلا وبركاته. وسهلا. بالعافية. الله يعافيك يا حبيبتي. لو سمحتي أبغى أسأل، ألو معايا؟ نعم عم نسمعك، تفضلي. أبغى أسأل، أنا إجاني وأنا حامل إجاني تخثر في الدم. أيوه أيوه بأخذ. يا أم بشرى عزيزتي، وطي صوت التلفزيون شوي واسمعيني من التليفون من السماعة. أيوه تفضلي عزيزتي. طيب كيف أخذ يعني الرياضة المناسبة؟ نعم، أنت أنجبتي الآن، عندك طفل؟ عندي طفل. مبروك، ألف مبروك. الله يبارك. بس اشرحي لنا شو سؤالك تحديدا؟ لا، الرياضة المناسبة إنه الواحد يعني ممكن أعمل يعني رياضة طبيعية زي الصحاء، ولا أحتاج إنه يعني تمارين خاصة؟ بس قولي لي شو الحالة الصحية تبعتك حتى يجاوبوا عليها تخثر ضيوفنا. في الدم برجلي. تخثر في الدم برجلك. أيوة. طيب مفهوم السؤال؟ كيف تخثر؟ يعني اشرحي لنا أكثر شو تخثر بالدم؟ يعني اسمه بالإنجليزي يسموه ال بي بي دي. يعني انت عندك مشكله باجرك ما بتقدريش تمشي عليها لا لا، امشي عليها كويس الحمد لله. ايه الدي بي دي هو كان من الثقل، او من الثقل، من الوزن الزائد، لان كنت حامل. ايوه. طيب هي اكيد لها رياضه خاصه فيها، ان شاء الله ضيوفنا حيجاوبك عليها. شكرا جزيلا ام الله بشرى. يخليك. في سؤال ثاني. تفضلي تفضلي عزيز. زوجي هو يعني من وزنه مناسب، ف يعني هي يحتاج رياضه، هو يعني يعمل كثير يعني يحتاج رياضة، إذا يعني إذا هو بيعمل يعني طول النهار 8 هو بيشتغل كل أيام الأسبوع؟ لا، 5 أيام في الأسبوع. أها، طيب عنده يومين بالأسبوع مناح. المفروض أنت تشجعي يعني كمان. أنا بقول له، بس يقول لي أنا بعمل رياضة يعني في إنه طبيعة عمله كتير بتحرك. يعني ك يعني صحته ان شاء الله. هلا هو يسمعنا ان شاء الله، انت كثير اكيد مهتمه بصحته، وان شاء الله بنسمع الاجابه من ضيوفنا. شكرا لك. بنرجع مره اخرى لكم، يعني بالنسبه للاخ المتصل من تونس، سؤاله عن دقات القلب. هو لما واحد يكون طبيعه الانسان لازم يكون دائما في نشاط وحركه. هو قال الاخ من تونس انه لما الانسان يوقف ومن بعد يعاود يرجع للتمرينات. نعم. هذه از ناتشورال، لانه تصحى رياضي وتدري على طول حياتي اتدرب، لو متواصل فجاه توقف. لانه عندنا احنا في الرياضه نسمي عندنا الرياضي عمره اللي يكون عنده يعني لو روبو باسيف، يعني ريستين، راحه تامه، لازم ما يعمل شيء ابدا، لازم على يعني طول يتحرك، يغير النمط حتى ما يكون يعني روتيني، يغير حتى ما يسقط في المنحنى، يعني يكون طالع طول اليوم بعد يهبط لما يجي فلما يدخل مثال عندنا احنا في التمرينات، لما يجي واحد جديد في الاندكشن وناخذوه على عندنا ناخذوه 5 مينيتس جاست موبيليتي 5 مينيتس 5 دقائق، وبعدين نروحوا 15 20 دقيقه، يعني بالتدريج نطلعوا له القلب. والقلب دائما يكون القاعده 220 دقات ناقص من عمره، لو عمره 40 سنه 220 ناقص 40 هي 180، يعني لازم الماكسيموم 100% 100% يكون 180. احنا ما نحبوا 180 دقه في الساعه، نعطوه 60% من 180. حتلقى دقات قلبه لما يرجع في البيجينين از ستارت في البدايه يكون ما بين 124 130. لو يعني الريتم السرعه خلات قلبه يوصل 150 160 قولوا هبط نزلوا. طيب اذا زادت، نحن عندنا كثير متصلين، بحاول نختصر بس بدي بس كمان علق انه الستريس
الستريس بيأثر كمان على دقة القلب كثير. نعم. الضغط النفسي والكآبة ضروري نحكي عن هذا، بيأثر كثير على هذا، لأنه الستريس ينهك جهاز المناعة. نعم. ولما جهاز المناعة يضعف أي حاجة جاي من الخارج، فيروس أي، بتأثر على الإنسان، لأن بيكون في ضعف بالمناعة، جهاز المناعة. الستريس هو قاتل لجهاز المناعة، مشان هيك بيقولوا رياضة منيحة للستريس كمان، مشان الواحد كمان لأنه يتكف تخرج كل مكان باد انرجي الانسان. نعم. داخل تخرج. نعم، معلش اخذ بسرعه اتصالات ونعود للاجابه. معنا من كندا الاخ وليد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، اشكر لكم البرنامج. الله يخليك، اشكرك على المشاركه. بالنسبه للرياضه وتاثيرها على الصحه، طبعا ما في احد ينكر انه الرياضه مهمه للانسان. نعم. لكن كثير من الناس للاسف يعني يتعذروا او يجدوا لنفسهم عذار بعدم مراد رياضة لفقدان الوقت. يعني الآن البرنامج حقكم تقريبا من 45 دقيقة إلى ساعة، أنا جالس أتفرج عليكم وأنا جالس على التريد ميل. برافو، يعطيك الصحة. وهذا كثير من الأخيرا شفت مثال إيجابي، بارك الله فيك. شكرا لك. يعطيك الصحة. أطلب من الناس مثلا أنه يضع تريد ميل في مكان يكون مثلا قدام التلفزيون، بدل ما يتفرج على مباراة لمدة ساعتين وهو جالس على الكاوتش. أيوة. من دون أي فيزيكال أكتيفيتي ممكن يستفيد من الساعتين هذه وهو يمشي. ممتاز. يعني وهذا طبعا ينطبق على أشياء كثيرة من البرامج، سواء المسلسلات أو البرامج السياسية، على أساس يكتب أنه يتفرج في نفس الوقت أنه يمارس رياضة بدنية. طيب شو نصيحتك أخ وليد للناس؟ يعني هل بتنصحهم أنه حتى مثلا يجيبوا أجهزة رياضية بالبيت ويستفيدوا منها بدل الجلوس لساعات أمام التلفزيون؟ والله شوفي يا أخي، الجيم خيار مناسب لكثير من الأشخاص، لأنه زي ما قالوا الأخوان أنه يساعدك إذا كان أحد حولك أنه يشجعك. لكن برضو في مشكلة في الجيم أنه يحتاج وقت، أنك مثلا تطلع من البيت. نعم. أكيد. ملابسك، تشغل السيارة، تطلع في مكان خصوصا لما يكون الجو يعني شوية صعب عليك. يعني هذه. أشكرك أخ وليد، كنا حابين تكون معنا أكثر بس الوقت عم بيداهمنا، الوقت بركض بسرعة. شكرا جزيلا لك. اتصال من تونس الأخ شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سيدتي باختصار شديد، أنا دكتورة دولة مبرد في اللغة العربية وعلم الاجتماعي، ليس في الطب. الأمور النفسية مدمرة أكثر من الجانب المادي، الكآبة والحزن والخمول والضغط. بس عم بيقولوا الرياضة بتخفف شوي. نعم، اسمعيني جيدا. تفضل. مدمر، ولكن أنا عندما مثلا أنا عندما أكون متفائل وأكون ذو حيوية وحركة ونشاط يصبح وجهي مشرقا وأصبح طبعاً ذو حيوية وخفة ونشاط، يعتريني النشاط والخفة. أما القلق والملل والاضطراب هو هذا الجانب النفسي مدمر حقيقة. صحيح. أنا أرجو الناس أن تفيق من هذا. شكرا، شكرا جزيلا أخ شريف من تونس، شكرا جزيلا. طبعا حتى يقال أنه الرياضة تعيد الشباب، يعني من يمارس الرياضة بشكل منتظم يعني عمره يكون يعني يظهر مظهره أقل من عمره بكثير. هل هذا صحيح؟ صح. نعم. يعني أنا مثلا أنا مثلا عمري 55 بس مبين عليه بعتقد أصغر. لا لا بتمزحي معنا أكيد، بس بدك تشجع المشاهدين. أم بشرة ذكرت موضوع عندها، تعرفي بعد الولادة بسبب زيادة الوزن في مشكلة بإجراء، أكيد أنتوا سمعتوا بوضوح شو قالت. يعني شو نصيحتك إلها؟ هو أهم شيء بالرياضة هو تحريك الدم. نعم. اللي بيسموه blood circulation. نعم. فتحريك الدم هو اللي بيأثر على الجهاز العصبي. هل هي سألت سؤال هل ممكن تمارس رياضة مثل أي ممكن ناس ولا ممكن. لا، في لازم تشوف مدربة خاصة تساعدها أكثر وتعرف طبيعة حالتها أكثر. أنا بعتقد كل شخص لازم يكون عنده مدرب خاص. خلص بنصحك أم بشرة روحي عند الأخت ليلى تساعدك إن شاء الله. بس أيضا سؤالها عن زوجها، يعني يبدو أنه هي مهتمة جدا بالرياضة. صح. صح. وسألت عن صحة جوزها أنه بيشتغل كثير لساعات طويلة وما عندوش وقت دايما بيقول أنه يروح رياضة. شو ما هو هاي هو نفس السؤال. سوري سليم. نفضل. نفس السؤال هو سؤال الموضوع الحلقة كله. لا لازم هو اختي ما فيش اللي يحب يروح زي ما قال الاخ من كندا على مدن. نعم. ولما يكون طقس وفيه وقت يبرر. ولكن لازم يكون انسان عنده بوزيتيف سبيريت، لازم تكون عنده اراده. لو ما عندك اراده ايجابيه لازم انت تخلق الانفايرمنت تاعك. هو عنده الويكندز اوف. نعم. ممكن يروح الويكند. ممكن لو سوري ممكن لو يسكن هو في الطابق الخامس عنده الليفت ينزل مشي يمشي ما يطلع مشي يطلع مشي يحاول يغير شويه من قد ما يعني على قدر
استطاع. نعم، واكيد الاخ شريف من تونس ذكر نقطه في غايه الاهميه، انه لازم الناس تصحى، يعني خلص يبلشوا يتحركوا صح. وبالتحديد الحاله النفسيه واثر الرياضه الايجابي على صح. كل الناس، بالتحديد لما تحدث ضغوطات وفي مناطق فيها حروب كما يحدث في غزه، يعني تحيه الى اهل غزه صحيح. ضغوط نفسيه قويه، قديش اهميه الرياضه بالفعل في انه الانسان يكون اقوى ويتحمل هذه المصاعب النفسيه. الرياضه اللي تخليك تقوي نفسيتك وتخليك تتحمل الوقت بمر بسرعة، بس أنا حابة أقول يعني أشكركم بداية، وسليم من الجزائر، يعني تحية للشعب الجزائري كاملة، واليوم نحن قلوبنا معاكم إن شاء الله. الفريق الجزائري بحضر نفسه الآن لمباراة كأس العالم لكرة القدم، شو بتحب توجه لهم كلمة؟ إن شاء الله هو الفريق العربي الوحيد، نعم. ويكون ان شاء الله يا رب يكون يمثل كل العرب احسن تمثيل، وهو اوف كورس تحت ضغوطات ولما تكون يعني كل سبوتد، يعني كل اول ايز اون يو، يعني ناس لوت اوف اكسبكتيشن ينتظروا منك، ولكن كتير. في روح رياضيه وريح في هو فريق جديد، فريق مش متعود يلعب، كلهم محترفين، ولكن ان شاء الله الطبيعه الجزائريه، المنتاليتي الجزائريه ان شاء الله يتحمل الصعوبات ويبان في ان شاء الله الألقاء. نتمنى لكم طبعا الكأس إن شاء الله 1-2-3 إن شاء الله. شكرا لك سليم بوقفة، المدرب العالم في فنون القتال، يعني ونتمنى نسمع أخبار طيبة عن الفريق الجزائري. يعني أيضا بنشكرك ليلى، ويمكن نصيحة أخيرة للمشاهدين، شو بتحب تقولي ليلى كمان من لبنان، يعني لبنان سويسرا الشرق كما يقولون، تحية للشعب اللبناني طبعا الصامد. أنا بقول العقل السليم بالجسم السليم، وشو بيقولوا الدواء هو الرياضة خير، يعني من نعم إيه؟ نعم. فمداومة الرياضة هو أهم شيء للبني آدم، وبتصير أسلوب من الحياة. نعم نعم. يعني هو في أمثلة كثيرة عن الرياضة يعني مفيدة، وأيضا بالإضافة لكل هذا أكيد التركيز على الناحية الغذائية، نحن شوي عندنا كثير خربطات بالغذاء صح. وشو ما بدنا نتناوله، يعني أكيد نحتاج لحلقة ثانية نحكي فقط عن الغذاء وشوي شوي يعني اللي هو موازي للرياضة وللحركة صح. درهم وقاية خير من قنطار علاج. هي هي نعم. على كل حال تحية لكم كثير، شكرا لك أخت ليلى، أيضا مدربة في اللياقة البدنية ومتخصصة في التغذية، شكرا على المعلومات. يعني بتمنى من مشاهدينا أن يكونوا استفادوا من حلقة اليوم من كل ما جاء فيها من معلومات، وشوي تشجعنا حتى نتحرك بما فيهم أنا طبعا. على كل حال كل من يرغب بطرح أي سؤال ممكن المراسلة عبر البريد الإلكتروني صحة@الحوار.tv. شكرا لكم جميعا، للقاءنا يتجدد الأسبوع القادم في نفس الموعد، إلى اللقاء.